في الوقت مصر والدول العربية الحقيقة بيتم تشكيل هذا الرأي العام المتمثل في إجماع وزراء الخارجية العرب تجاه هذه الخطة المقترحة. بنشوف على الجانب الآخر متاجرة بهذه القضية الفلسطينية. هذه المتاجرة هي من التاجر الأول الذي يتاجر بهذه القضية وهو رئيس وزراء تركيا والحكومة التركية وكل الحقيقة ما في هنالك في الشق السياسي في تركيا. كل الحقيقة بيتاجر بهذا الأمر إلا المعارضة. لا يمكن أبدا المعارضة التركية تحديدا لا يمكن أن ننسى، والحقيقة ده أمر للتاريخ، أن أول دولة ذات أغلبية إسلامية اعتبرت إسرائيل هي وطن قومي لليهود على حساب فلسطين من مارس 49 كانت تركيا. ورغم كده الحقيقة النظام التركي بيواصل للأسف المتاجرة بهذه القضية بالكلمات والخطب الرنانة والخطب الشعبوية. ولكن اللي حصل في البرلمان التركي والفيديو اللي هننشره على حضراتكم، حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، الحقيقة فيديو بكل المقاييس الحقيقة موجه إلى أردوغان وإلى الحكومة التركية التي تساند إسرائيل بشتى الطرق. تعالوا نشوف هذا النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري على تغريدة لموقع أو حساب شؤون تركية. بيقول هذا النائب التركي المعارض، قلت لو بيواجه كلامه الأردوغان، قلت لو اعترفت أمريكا بالقدس سنقطع علاقتنا بإسرائيل، فلماذا لم تقطعها؟ قلت إن إسرائيل دولة إرهابية، فلماذا تفتح سفارة بدولة إرهابية؟ لماذا علم الدولة الإرهابية يرفرف بأنقرة؟ كما يقول النائب التركي المعارض من حزب الشعب الجمهوري. كمان بيضيف إن أكثر ما يحزنني أن أردوغان معلق جائزة الشجاعة اليهودية في رقبته ويقول القدس قبلتنا. ده كلام لنائب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان التركي. تعالوا نشوف بيقول ايه. Ne biliyor musunuz? Üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Senin boynunda Yahudi cesaret madalyası olacak. Sabahtan akşama kadar meydan meydan dolaşıp Kudüs bizim kutsalımız, Kudüs bizim ilk kıblemiz. Ne yapacağız? İsrail'le ilişkileri kesecektik. Amerika Kudüs'ü onların başkenti olarak tanırsa. E kestik mi sayın milletvekilleri? E kes artık. Kes. İsrail terör devleti. Peki İsrail terör devleti ise bizim bir terör devletinde büyükelçiliğimiz ne iş yapar? Veya o terör devletinin bayrağı niye Ankara'nın göbeğinde dalgalanır? Keseceksin, samimi olacaksın. Terör devleti ise ilişkini keseceksin. İsrail'le ilişkini kesiyorsun, elini tutan mı var? Biz size destek veriyoruz. Kes kardeşim. كلام واضح وصريح جدا من هذا النائب التركي اللي بيعلق على أردوغان وسياسات أردوغان الموالية لإسرائيل عكس ما يقول في العلن. يفعل على الأرض شيء تجاه إسرائيل ويتعاون مع إسرائيل في شتى المجالات ويكمل هذه السياسة العثمانية بالاعتراف بإسرائيل كوطن لليهود على حساب الأراضي العربية الفلسطينية من سنة 49 من مارس 49. ولكن في العلن هناك الخطابات الرنانة اللي بيتشدق بيها وللأسف بانطلت على ناس كتير جدا لسنوات طويلة وبيستخدمها الإخوان في الترويج لسياسات أردوغان ولسياساتهم. ولكن الحقيقة الأمر ما مش بالسهولة برضو بقى يدخل على الناس، والناس ما بقاش تتخدع في هذه الشعارات الرنانة. فجاءت التعليقات اللي حضراتكم هتشوفوها من المتفاعلين على هذا الفيديو للنائب التركي وهنشوفها مع بعض. أبا الوليد من المملكة العربية السعودية بيقول الأردوغان هو أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل ما يعلن ترامب بثلاث سنوات. صلاح الردادي بيقول أجداده سبقوه في ذلك، فهم من طلبوا من بريطانيا إعلان الانتداب على البلاد العربية وشرعنة احتلالها للبلدان العربية، وتواطؤ السلطان العثماني كان أحد أسباب إقدام بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور وتمكين الصهاينة من فلسطين، على حد قول الردادي صلاح. مجرد آخر مصري من طبعا الحساب بتاعه تحيا مصر بيقول أنت بتصدق فتحة الصدر بتاعته دي؟ هو بيجعجع ويفتح صدره عشان يساوم من وراها ويطلع بمصلحة وسبوبة ويزيطوا خرفانه وهتفته شوية. أفاق كذاب يتنفس كذبا، يقصد طبعا أردوغان.
الحقيقة التعليقات دي لم تأتي من فراغ، هي جاءت بناء على المعلومات المتعلقة بحجم التعاون الذي يتمتع به أردوغان شخصيا وتاريخ أردوغان شخصيا مع القيادات الإسرائيلية في أشد الأوقات صعوبة على الأمة العربية وعلى الشعب الفلسطيني. تعالوا نشوف. قدس bizim gözümüzün nurudur. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. אנחנו שמחים לארח את מר ארדואן, ראש ממשלתה של טורקיה. אנחנו נחוש שביעות רצון כך. עם העם היהודי. מאז המאה ה-15 ועד הלום. טורקלין מנסיבתו אורתודדוס. היחסים של טורקיה עם העם היהודי מאז המאה ה-15 גלויים לעין, ברורים לכולם. Hep barışa hizmet vermiş olan ecdadımızın korunları olarak. תמיד תרמו לשלום, ואנחנו כנכדים של אבותינו שתמיד תרמו לשלום. Biz de şimdi bir tarihi görev için yine buradayız. אנחנו נמצאים כאן שוב לטובת מטלה היסטורית. Temennim odur ki bunda başarılı olur. Ve ani meyhel şenatsliyah gam bekhah. İsrail arasındaki birçok alanı kapsayacak şekilde özet ama anlamlı bir. يعني طبعا حضراتكم شايفين يعني الخيانه في الدم، كان رئيس وزراء كان او لما بقى رئيس مفيش فايده، لدرجه الجمله اللي هو بيقولها ان احنا بنتعاون اجدادنا واسلافنا من القرن ال 15 بيتعاونوا مع الشعب اليهودي لتحقيق السلام. ده بس دي جمله بنهديها الحقيقه لكل من يتشدق ان هذا الرجل يدافع عن فلسطين. وحتى لما كان بيقول في اول الفيديو ان القدس نور عينينا، نور عينين ايه؟ نور عينين ايه بعد الكلام اللي انت قايله سواء مع شارون، مع موشيه كاتساب، مع ايهود اولمرت، مع غيرهم الحقيقه في اشد الفترات صعوبه على فلسطين وعلى الامه العربيه. ده الحقيقه بالصوت والصوره امام حضراتكم عشان تعرفوا بس مين البطل ومين الجبان والخسيس.